احنا تو موجودين في ريستو مراد في المدينه العربيه سويسرا. ديما تجيب واحد اخونا مراد هنا؟ ديما نجيب. شنو اللي يعجبك في الصحن التونسي تاع مراد؟ لا الهي ما خبيش عليك انا شيخ خليف. انا اول مره نشوف الصحن التونسي يتكل بالفرشيت. شفتها في سوسه باش تحبوا تاكل المغاربة؟ لا لا و صحن معبي صحن معبي صحن معبي اي صحيح معناها اول مره نشوف صحن توزي بالكميه. شفت كيفاش او تبعت نمشي حدنا سخرين ما يجيش اربعه نتاع هذا. صحيح صحيح. صحن كيف نكيه بديش سوم صراحه تونا ناخذ مغير. هذا مثلا انت قداش تاخذ اللي ناخذ من غير طن خاطر ما نحبش الطن. ما تحبش الطن؟ هذا صحن توزي من غير طن ما هوش صحن توزي صحن سلاف من غير طن فيه عظمه مسلس فيه عظمه مروبه. اي وهم يقولوا صحن تونسي مبني على حاجتين. اي بارت سلاته نبني على كعبه العظم المروق والطن مهما كانت حتى بالكارت ما تبقاش كيما هذا صراحه. عندنا تبركنا عليه المراد هذيك اخويا جماعه هذاك سي مراد لحظات نكونوا مع سي مراد على الجدار. كيف ما قلنا لكم شو تدخلوا لبحث اخونا مراد اللابوراتوار تاعو ايش يحذر بالنسبه للكليونات؟ عرفنا بروح الساعه بكل شيء. السلام مرحبا بكم. مراد شعبان عندي مطعم في البلاد العربي. احنا نكون نخدموا توا. سي مراد من وقتاش فالمهنه هذه؟ طيب تقريبا عندي 30 سنه فوق 30 سنه 32 سنه فالمحل هذا. معناها اول كسكروت عملته قداش كان عمرك؟ تذكرش؟ كيف 21 سنة. تفضل. 2007 كان. وعلاش اخترت الكونسيبت نتاع الصحن التونسي؟ والله هيك حاجة أنا عشقها بصراحة. أنا نعمل كيف عليها، نخدم أرشيتكت ونخدم بيلوت شونتي ونعمل سويفي شونتي واحد كل شيء وجاي غرامي ولا تستر. نعمل ديسان دار ونعمل كل شيء. الخبز كاسكو هذا خبز ساندويتش. هذا خبز ساندويتش. تطلبوا انت سبيسيال من الكوشه ولا؟ صحيح ناخذوه خاطر عربي مزيان يجي في الساندويتش مزيان برشا ونعملوا باكيت ونعملوا شوايه. يشبه شويه للشوايه نتاع الخبز نتاع الخروان هكا. لا ما هذه بيتي بان. بيتي بان صحيح. اما يبدا عربي كاكا يشد يشد الزيت ويشد ال باهي. في سوسه الكسكروت طن شنو هي المكونات نتاعو؟ لانه نتصور انه مش تكون في حاجه مختلفه على المناطق الاخرى. والله نعملوا كل شيء عادي، نعملوا شويه حريه، نعملوا شويه سلطه مشويه، بطاطا، سلطه تونسيه، سلطه كرم، سلطه مخلطه شويه بسباس، سلطه خس، ورونديلات بصل. بصل وفقوس وطماطم. مع الخس شنو اللي قطعته هذا الابيض هذا شنو؟ هذا عظم تتحل في العظم وشويه بطاطا طايبه وشويه طماطم. والوين العظم تزيد فيها؟ هو يعمل شهرم هو يبنى لها السلطه زاد. شفت كي قلت لك الكسكروت الكسكروت نتاعك في حاجه مختلفه. شفت انه السلطه تزيدها تقطع لها بعضها طيب هكا ولا؟ نشوف البطاطا نشوف الطماطم البطاطا فهمت خلطه. ليم والواحد تخدم ليم معاي؟ لا ليم لا ليم نعملوا قزوز كاو فهمت قزوز وما في برا عبيد وكل واحد ما تحطوش ولا ما تستعملوش. لا عندنا شويه مالح قارص وزويز زيتون. الهريسه تعمل العربي؟ نعمل عربي ونعمل سوري وشويه. تو هل الكسكروت هذا اللي قبيله ترسب فيه قداش سمو؟ والله اوكي البلاكه ديجا عملنا 2700 وزيت الزيتون هاك تشوف فيهم صافي. اي مش معبي برشا هذا. خليك عادي بركة ربي خليك للشعر خليك للشعر. صحن صغير الله يبارك. صحن صغير؟ تفضل. ايه ثم صحن صغير وثم صحن كبير. صحيح ممكن يبداو زوز مع بعضهم ما يشبعش كي يبدا
واحد برك يجي صحن صغير. بالنسبة للسوم نفس السوم؟ لا لا يختلف. اي نعم صحن صغير. صغير هذا بقداش؟ 4000. 4000 والكبير؟ 6000. 6000. اما الكبير ثلاثة من الناس ما يخرجوش منه. باهي. الزيت زيت زيتونة جديد السنة. زيت زيتونة مصلى على النبي شوف فيهم. ماسكيوش الناس كل معروفين اللي احنا نعملوا زيت زيتونة صافي. صافي. نذوقوا الناس قبل ما يدخلوا. ان شاء الله. هاي سي مراد. شنو المدينة العربية سي مراد؟ ما قعدتش كيما هي. بما انه انت موجود في المدينة العربية. هي ما قعدتش كيما هي فهمت؟ بدلت و الناس و نقصت العباد و بالنسبة للوضع اللي تعيش فيه العباد فهمت؟ السياح الأجانب سواء عرب ولا أوروبية يجوا كياخذوا صحن تونس يجيبوا بالطبيعة. شنو هي رد الفعل؟ لا اللي يخرج الحمد لله يشكر ما غير حتى شيء. هاي تفضلي. لك الصحة مراد. باش تبعوا الصحن الصغير نتاعنا؟ باهي بالضبط. اه جاء عند سي محمد. جاء سي محمد الصغير جاء عند سي محمد. سي كريم. سي كريم هذا سي محمد. هذا سي كريم. هاي كريم احكي له على الصحن. مزروب على فرشيته مش؟ مزروب اخوي على فرشيته. مزروب على الصحن. هاي جاتك الفرشيته سي. هاي يا سيدي. هاي احكي لنا اخوي على بسم الله. على صحن انت مع صحن التونسي مع صحن التونسي. كي تبدا هابط البلاد العربي وانت ما زلت ما دخلتش البلاد العربي يجي في بالك يجي في مخك الصحن التونسي تاع مورا من الريحه تضربك الريحه تضربك الريحه ما زلت هك. كزموت مراد هذا تنس تنس بيه العباد عندها اكثر من 25 عام انا نذكر روحي نتكعبر يعني ناكل في الصحن تاكل الصحن دخلوه يتم صحنه براحته. اي بسم الله اخوي. تكسع بسم الله للجميع اللي يتفرجوا فيه. اي بسم الله الناس كل. مرحبا بكم عاد مراد. دونك احنا نشكروا سي مراد على الاستقبال. مرحبا اخويا. بالرغم انه عنده كذلك ارتيكل اخر اللي هو اللبلبي. اكل يا سي مراد. اي هذه صح اللبلبي تاع سي مراد. كل مراد دونك هذه الفيديو تاعنا اليوم بالنسبة للمدينة العربية والصحن التونسي العربي اللي موجود في مدينة سوسة نرضى الله إلى رضا الوالدين إلى اللقاء. Thank you.